توفي لي 8 ايام من الاسبوع اللي فاتت، على اساس موعد المفروض اليوم الثلاث نطلع، الثلاث طلع ما فيش طيران لتونس، والسفاره انا طالبت بطياره اسعاف، طياره اسعاف قالوا لهم غادي خاربه ما تطلعش. جيت ماين قاعد في ثلاجه، وحال ما يعلم به الا ربي، واحد قاعد في غربه اخوه ميت بدون لا عيلته لا هلا لا حتى حاجه، يعلم الله يعني كيف صابرين. لقيت نبي تعويض، لقيت نبي فلوس، لقيت نبي حاجه، روح لي بخويا ندفنه وبارك الله فيك ويرحم الله والديك وجزاك الله الف خير وربي يفتح لي قدامك. ما عندك جهد؟ طياره كم ابعتها لي؟ انا طياره انا نخلص حقها ان شاء الله، نبيع حوشنا كم 50 ألف 100 ألف والله نبيع حوشنا ونخلصها.